معاكم اللاعب عمر العجمي، لاعب نادي النصر الرياضي لعبة الجودو في فئة الناشئين تحت 73. طبعاً بدايتي باللعبة كانت بالصدفة، أني كنت رايح أسجل بلعبة الملاكمة، لكن صدفة دشيت لعبة الجودو ولقيت الكابتن سيف قدامي والتحقت باللعبة، لأن اللعبة لعبة الجودو غير عن كل الألعاب الرياضية، تزيد عضلات الجسم كلها بشكل كامل، غير رياضة الملاكمة اللي هي تزيد عضلات فقط الإيدين، أو التايكواندو اللي تزيد عضلات الرجل فقط. ما لعبت لعبة رياضية غير لعبة الجودو، لأن اللعبة تأثر على شخصيتك بعد، مو بس صحتك بشكل كامل، تغيرت من حياتي أنا، حبيت الرياضة والتزامي بوقتي بكل شيء تغير بعد التحاق بلعبة الجودو. طبعا بعد ممارسة اللعبة وتكثيفي بالتمرين المكثف تحت رعاية الكابتن سيف، زادت لياقتي ومستواي التدريبي ومرونتي وقوة جسمي. لعبة الجودو تقسم نوعين، نوع فوق اللي هو الراندري اللي هو تفوز فيه بنقطة واحدة اللي هو الإيبون، أما اللعب الأرضي فيه ثلاث إيبونات اللي هي الخنق والكسر والتثبيت، اللي هي بسم آخر لنفس لعبة الجوتسو بس الجودو مشتقة منها. الفايز يكون نقطة فوق، يكون يا إيبون يا نص نقطة اللي هي الوزاري، أو يكون لعب الأرضي اللي هو يثبت اللاعب 20 ثانية أو يخنقه لين يسلم أو يثبته. أول شيء ترتيب الأحزمة بلعبة الجودو، يبدأ من الأبيض لين الأصفر لين البرتقالي لين الأخضر، بعدها الأزرق البني، عاد بعدها الأسود، وتتحول إلى دان واحد ودان اثنين وإلى آخره. طبعا عاد اختبارات الكابتن سيف يعني حدث ولا حرج، بالعكس هو يكون ضدك لمصلحتك، عكس ما يقولون الشباب، عشان تستفيد وتثبت المعلومة عدل مخك وما تغلط فيها أثناء الفايت أو التمرين. طبعا فيروس كورونا أو غيره من صعوبات على الرياضي ما تأثر على اللاعب المجتهد والحريص. لاعب المجتهد الحريص يكون بالعكس أشياء هذه إيجابية له، أنه يطور من نفسه بحيث أن الكل واقف على التمرين أو قاطع، فبالتالي يستغل الوقت هذا ويطور من نفسه أكثر وأكثر عشان يمدي الحق اللاعبين الأبطال ويصير بطل أولمبي. لعبي بالنادي وتمريني مأثر بشكل إيجابي بإني أنظم وقتي وأعرف متى أدرس أو ما أدرس، غير في الطلاب واجد أنهم ما يتمرنون، فوق هذا مو منظمين وقتهم ولا حتى يدرسون، فالرياضة دائما تنظم وقتك وتخلي الواحد يعرف متى يدرس ومتى يتمرن ومتى ينام. كنا نقوم الفجر نهرول، طبعا بعد الوجبة وجبة الفطار نهرول، بعدها ندش تمرين الحديد، بعدها نريح ناكل وجبتنا الثانية، ومن ثم نريح نستعد حق الشرح اللي هو العصر، بعد الكابتن يشرح لنا تكنيك والتمرين شنو راح يكون، بعدها يبدأ عاد بعد المغرب يبدأ التطبيق والفايتات اللي هي الراوندري والنيوازن. التحقت بلعبة الجودو سنة 2019 في نادي الكويت الرياضي، ومن ثم انتقلنا لنادي النصر. كانت أول مشاركة لي سنة 2021 بطولة الناشئين على مستوى الكويت، خذيت فيها المركز الثاني والحمد لله على كل حال، والقادم أفضل إن شاء الله، وبطولتي الثانية بعد أسبوع إن شاء الله. طبعا مستوى اللاعب الكويتي عالي جدا، حالة من حال اللاعب الياباني أو الروسي أو أبطال العالم، لكن طبيعي أنه ينقص شغلات واجد كاحتراف كلي كمعسكرات خارجية عشان يلتحم وياخذ ومن خبرات اللاعب الأجنبي. في ناس تشجعني كأهلي كباتني ربعي، لكن بالنهاية أنت الشخص الوحيد اللي تشجع نفسك بنفسك إذا كنت حاب الشغلة. قدوتي اللاعب الجورجي الياس اليادس، حاب أني أشكر كابتن سيف العنزي على ما يبذل المجهود بحق الفريق وتضحيات كثيرة. نصيحة للشباب اللي بعمري أن يلتحقون بأي رياضة سواء كانت قتالية أو غير قتالية، الرياضة راح تغير حياتك بشكل إيجابي وراح تنظم من وقتك عكس ما يتصور الناس أنها راح تأثر على الدراسة. وعندنا اللاعب عمر نايف العجمي، هو من مواليد 2005 ودخل عندي في سنة 2019، يعتبر لاعب متأخر بالتسجيل ولكن من اللاعبين المكافحين والمثابرين، عنده شخصية قيادية
روح التحدي، صنع ذاته بذاته ما شاء الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وخلال سنتين صار ينافس الأبطال وصار ما شاء الله يعني يلعب معي أنا شخصيا كمدرب، وفي صفة الشراسة شجاع بشكل كبير، ولكن تنقص الخبرة. القوة البدنية عنده ما شاء الله، عناصر اللياقة البدنية بشكل عام كلها متواجدة فيه، لكن فقط تنقص الخبرة، لأن الخبرة عبارة عن خطأ وتصحيح الخطأ. ما دخل بطولات، توه في طور التأسيس والتعليم، لكن ما شاء الله يتعدى مراحل بشكل سريع. هذا عمر نايف العجمي. أنا اسمي عبد العزيز السعود، ورياضتي اللي لعبها جودو، والفئة اللي لعبها فئة الناشئين، ووزني 45. قصة دخولي الجودي، ولد خالتي كان يعرف الكابتن سيف ودخلني ويا ولد خالتي، وهنا بدأت مسيرتي الجودو. لا عادي، بفترة الكورونا كنا عادي نروح نتمرن، كنا يعني ما في شيء نروح نتمرن نلعب. كنا نبدأ بالتمرين الساعة، كنا نبدأ شيء الصبح شوي نتمرن حديد، وبالمغرب شيء على المغرب نتمرن جودو وننتهي على الجودو. كنا نبدأ الأيام بالسبت وننتهي الأربعاء، ونبدأ شيء الظهر شيء العصر حديد، والمغرب جودو، ونلعب جودو شيء نوازة، نهرو أو شيء بعدين نسخن نلعب نوازة بعدين راندي. اللي كان يشجعني ولد خالتي وخالتي. أنا حاليا عندي حزام البرتغالي، وبدأت باختبار الأصفر وبعدين البرتغالي، وخلصت على البرتغالي، خذيت البرتغالي. أنا ما لعبت بطولة من قبل، وبطولتي الجاي راح ألعبها توقع شهر 3 شيء 2. طموحي بلعبة الجودو عشان أدش البطولات و أخفف وزني وزيد اللياقة اللي عندي. أنا باختبارات كنت دائما ما أروح عندهم، مش اختبارات والأيام الفاضية أروح عندهم. أنا قعدت في لعبة الجودو الكابتن سيف اللي يحاول يشجعني عشان ألعب لعبة الجودو. نصيحتي اللي ما يلعب رياضة، مو شرط إنه يدش يا الجودو ولا أي شيء، بس يدش الرياضة عشان إذا صار له موقف كذي ما يقدر يسوي شيء، أنصح يدش الرياضة، يدش أي رياضة. أما اللاعب عبد العزيز سعود المطيري، لاعب المواليد 2010، لاعب ما شاء الله جسمانيا خطير، مهاريا فنان، ولكن مثل ما شفتوا غياباته كثيرة، وفوق هذا تعدى الحزام الأصفر والبرتقالي، طبعا خذاه بجدارة، ولكن لاعب جدا جدا شجاع، شجاع بشكل ممكن ما يعرف شجاعته إلا اللاعب اللي باريه، ما يعرف ينهزم، وجسمه جدا مرن. غياباته كانت سبب في انه ما يتطور اسرع من غيره. عزيز من اللاعبين اللي يركز على الدراسه بنسبه 80% وعلى الرياضه بنسبه 20%، لذلك وصل الى حزام البرتقالي، رغم انه بامكانه لو يزيد شويه من الحرص على الرياضه ممكن يوصل الى حزام الازرق.